بسم الله، سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا لاباس. اليوم باذن الله جبت لكم واحد الحليب مركز رائع جدا جدا، هذا ما يليق للحلويات نتاعنا. شوفوا القوام نتاعو بمكونين فقط، رايحه تهناي وتستغناي على هذاك اللي تشريه غالي الثمن، رايحه ديريه وتكوني فحله في الكوزينه. اذا عندي هنايا ريتلان تاع الحليب، رايحه ندير عليه 300 غرام تاع السكر، نخلط هكا بالفويه حتى وين يذوب لي السكر، عاد نديه فوق النار. هنا نخلطه هكا مليح حتى وين نحس السكر يعني الذاب على الاقل نصف ذوبان، يعني على بالي بلي ما يذوبش كامل. شوفوا هنايا بعد ما غلالي بديت نخلط فيه، قعدت قدامه ونخلط حتى وين اغلى الغليه الاولى، خلاص نخليه نقص النار، نشعلو النار متوسطه ونكون قدامه. شوفوا بعد ما يغلي لي هكا كل يعني شويه نجي عنده ونخلط فيه. شوفوا هنا بدا يعني يشرب هذاك الماء، بدا يعني يتبخر يتبخر شيئا فشيئا. شوفوا هنايا كيفاش تبخر لي الماء، هنا هكا تبخر نصف بخار نتاع الماء، يعني راح كامل هذاك الماء، بقى لي غير هذاك السكر والحليب هذاك الثقيل. شوفوا هنايا بعد ما اخترق تماما خلاص راح نحوه ونديرو في الصفايه، صفوه وضربوه بالبغا ميكسور باش يولي لكم ليس وما يكونش فيه الحبيبات، هكذا ضربوه مليح بالباتور كيما عفوا بالبغا ميكسور وديروه في الصفايه. شوفوا هنا نزيد له شويه تاع ندير له شويه تاع لافاني، من بعد رايحه نخليه كل مره نخلط فيه حتى وين يعني يبرد لي. شوفوا هنا بعد ما برد شوفوا القوام نتاعو كيفاش خرج رائع، واحد الريحه تقولي واش درت له. قبل ما نديرو لافاني كانت الريحه هايله هايله هايله، ان شاء الله تجربوه وتستفدوا منه وديروا به الحلويات العيد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، سلام، الى الملتقى ان شاء الله.